السلام عليكم. في نهار الحادي عشر من مايو بعام 2011 إبان الثورة الشعبية السلمية، توجه شباب الثورة في مظاهرة سلمية صوب مجلس الوزراء بتحول مهم في تاريخ ثورة فبراير المجيدة. شباب عزل أعلنوا ميلاد الإرادة الشبابية خارج قيود الحواجز السياسية التي انتهجتها النخب التي كانت تعمل إلى تحويل ساحة الثورة إلى محتوى راكد ومحاصر. بين 18 من مارس والحادي عشر من مايو كانت لحظة الغليان بين فنجانين، فنجان أراد وضع الثورة في ثلاجة وتبريدها لمصلحة قسمة مطولة لم تطل سوى متاعب الشعب، وإرادة ثورية شعبية حرة لشباب الثورة من داخل الأحزاب ومن خارجها. أرادوا حسم الثورة سلميا بإسقاط الحكومة من خلال نقل الاعتصام، فتعرضوا لمجزرة بالقرب من رئاسة الوزراء على يد قوات المخلوع. الحادي عشر من مايو إذن كشف عن فرز واضح بين إرادتين، إرادة الروح الثورية النقية الحرة والروح الثورية المحاصرة بمصدات الهرم السياسي الأعلى الذي كان يقبض جيدا على اللجنة التنظيمية كمكابح داخل مربعات بعينها. مجزرة رئاسة الوزراء واحدة من منعطفات ثورة الحادي عشر من فبراير، وواحدة من المحاولات لإسقاط نظام المخلوع سلميا، جريمة ارتكبت بحق شباب بعمر الزهور، أكثر من 13 شهيدا جراء إطلاق النار عليهم من قبل قوات الأمن الموالية لصالح وبلاطجته الذين تمركزوا في أسطح البنايات. عن الحادي عشر من مايو في ذاكرة الإرادة الشعبية ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. بداية مشاهدين الكرام، أرحب بضيوفي في الاستوديو أحد جرحى مسيرة رئاسة الوزراء مصطفى العريقي. أهلا بك مصطفى. أهلا وسهلا. وكذلك عضو المجلس التنسيقي بمجلس شباب الثورة أستاذ هناء صالح. أهلا بك أستاذ هناء. أهلا وسهلا. إذا مشاهدينا الكرام، نبدأ النقاش بعد متابعة هذا التقرير. بكامل الروح الثورية النقية خرج هؤلاء الثوار يرسمون ملامح وطنهم الذي اختطفه المخلوع صالح. فتحوا صدورهم الطاهرة في مواجهة طغيانه، ودفعوا أرواحهم ثمنا لرمي مشروعه العائلي في مكانه المناسب، مزبلة التاريخ. لم تكن مسيرة الحادي عشر من مايو عام 2011 مختلفة عن بقية محطات فبراير، بل إحدى محطاته الرئيسة التي شكلت منعطفاً مهماً في تاريخ الثورة. عليكم أن تحتشدوا الآن في الساحات وأن تنضوا من يوم غد، من يوم الأربعاء. بعد عصر ذلك الأربعاء ذهب هؤلاء بالورد كتعبير رمزي للمشروع الذي ينادون به، لكن استقبال المخلوع صالح وقواته كان ترحيباً من نوع آخر. أبدى شباب الثورة شجاعة منقطعة النظير، وأبدى صالح وقواته إجراماً بنفس القدر، مع فارق أن أولئك الشباب كانوا ينادون بمشروع الدولة المدنية، وصالح ينادي بما نراه اليوم من إحراق للبلد والشعب لم تخمد نار حقده بعد. أنا أو الطوفان، هذا هو شعار نيرون اليمن، وكذلك كانت سلوكياته منذ الثورة إلى اليوم. ساعده في ذلك بقايا الأجهزة العسكرية والأمنية التي أسسها بناء على الولاء الشخصي. ها هو اليوم صالح الذي خلعته الثورة يثبت لأنصار فبراير وحتى خصومها كم أنها كانت ضرورة وطنية ملحة ضد رئيس نظام بعد أن فشل في تحويل البلد إلى مشروع عائلي ذهب للتحالف مع الإماميين لإسقاط الجمهورية وتمزيق البلد بأكمله. سيظل فبراير نقطة الضوء التي رسمت طريق خلاص اليمن المعاصر، ذكرته بالقول والفعل أنه مانح السلطة ونازعها، ورغم ما كشفت عنه ثورة فبراير من مشاريع صغيرة كانت تحت الأنقاض إلا أنها ستذهب باليمن إلى حيث وعدها الأول، الدولة المدنية الحديثة. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام وبضيفي هنا في الاستوديو، وأبدأ مع الأستاذة هناء صالح عضو مجلس التنسيقي لمجلس شباب الثورة. أستاذة هناء، لو بدأنا بالحديث عن يوم 11 عن الحادي عشر من مايو، كيف كانت التحضيرات لذلك اليوم إذا عدنا بالذاكرة لتلك الأيام؟ صراحة أنه الذاكرة ستنهك عندما نعود بها إلى ذلك اليوم، لأنه كان يوم
حافل بكل الذكريات الحماسية والمخيفة والمؤلمة وأيضا بالتحديات الكثيرة. أتذكر لأننا كنا تقريبا منفردين في هذه الخطوة لأن كانت جميع الأحزاب معارضة هذه الخطوة، وكان الشباب المستقلين بالتعاون مع مجلس شباب الثورة والأستاذ توكل هما من قرروا اتخاذ هذه الخطوة رغم معارضة جميع، ليس جميع، بعض المكونات الثورية، إن كان بعض المكونات الثورية موافقة، وكانت معارضة الأحزاب السياسية وما ينطوي تحتها من مكونات وفعاليات ثورية. فهنا كان يجب علينا أن نبدأ التجهيزات بمفردنا لأنه لم تكن لدينا الإمكانات التي كانت متاحة لدى الأحزاب السياسية ومكوناتها الثورية، فبالتالي كان لابد لنا أن نبدأ بالتجهيزات. أتذكر أني أنا كنت أعمل في اللجنة الإعلامية وأيضا في اللجنة الصحية، وقمنا بتجهيزات صحية هي كانت أعتقد وقتها كانت من الأعلى يعني، فكان التجهيز أعلى مما كانت تجهزه اللجنة التنظيمية لما عندما كانت تعمل. هي كانت تعمل هذه التجهيزات بالتأكيد، ولكن كنا عملنا بمرحلة جدا متقدمة وبأدوات جدا متقدمة. يعني كنتم تتوقعون شيء ما سيحصل؟ طبعا كنا نتوقع لأن كل مسيرة كانت تقمع، فبالتالي أكيد هذه المسيرة لن تقابل بالورود أو بالترحيب، فكان أكيد ستكون في قمع، ولكننا كنا نريد أن نعمل كل ما علينا أن نعمله، فبالتالي كنا نعمل على أكثر من صعيد، وفعلا قمنا بتجهيز أشياء كثيرة. أتذكر أن أنا تواصلنا مع مكتب الصليب الأحمر في اليمن وطلبنا منهم تجهيزات عالية غير التي احنا ايضا جهزنا بها، وفعلا بعض التنسيق، واتذكر انه من ضمن الطاقم الصليب الاحمر مشكورا دكتور مازن الحبشي ايضا ساعدنا في هذا الموضوع، بالاضافة الى بعض طواقم الصليب الاحمر، وجهزونا بادوات كانت مناسبة لهذا الحدث واعطونا عدة، بالاضافة الى العدة التي اشتريناها كانت خاصة مثلا بالغازات، ان لم يكن يعطونا الصليب بالأحمر هذه الأمور، وكان يعطونا في موضوع النزيف والكسور وما إلى ذلك. طيب أستاذة هنا دعينا نسمع من مصطفى. مصطفى أنت، مصطفى العريفي، أنت أحد الجرحى في ذلك اليوم. كيف كان تحضيرك يعني كيف نويت الخروج؟ لماذا نويت الخروج في ذلك اليوم؟ إذا ما عدنا بالذاكرة إلى ذلك اليوم، وهو بطبيعة الحال هي لحظات صعبة، لكن لماذا خرجت؟ خرجت في هذه المسيرة نريد أن ننجز شيء للثورة، نريد أن يحصل حاجة تغير في الثورة. ظلينا معتصمين 3 شهور ولا في أي تغيير، فأردنا أن تنجز هذه الثورة وأن نخلص من النظام. أيوة. طيب الآن يعني كثير كما قالت الأستاذة هنا، كثير من الأحزاب السياسية لم يكونوا يعني متفقين مع هذه الخطوة. أنت لماذا خرجت؟ يعني هل كنت أحد الشباب؟ هل يعني دعاك أصدقاء؟ لماذا تحديدا خرجت؟ الأحزاب الباغية يريدوا أن يظلوا في الساحة، ما يردش أن تصير الثورة سريع، فيريدوا أن يظلوا في الساحة. نعم، يعني هذا كان المحفز لك حتى تخرج إلى مسيرة رئاسة الوزراء في ذلك اليوم؟ أردنا أن نسقط رئاسة الوزراء علشان يسمع الحكومة لمطالبنا. جميل. طيب إذا ما عدنا بالذاكرة إلى ذاك اليوم مصطفى، كيف كانت تفاصيل ذلك اليوم؟ ما هي الأحداث التي تتذكرها؟ خرجنا عصر الأربعاء الساعة 4 إلى متوجهين إلى رئاسة الوزراء، عاد إحنا ما زلنا في الطريق، فالعسكر واجهونا بالعصي والرصاص الحي، سقط من سقط جرحى وشهداء، كنت أسعف إلى مستشفى الميداني ونسعف إلى آزا المستشفى آزا، ورجعك من الإسعاف كنا نتراجع إحنا والعسكر، وأصبك على طول، نزل من الإسعاف وأصبك. أين أصبت مصطفى؟ أين كان ذلك؟ في الشارع،
لا لم أذكر الشارع. لا تذكره الآن، لا بأس، ليست مشكلة. أظن أستاذة هناء أنت ربما صورت يعني أحداث تلك المسيرة، هل لاحظت تلك يعني هل تتذكرين تفاصيل ذلك اليوم؟ نعم أتذكر أنه هذه المسيرة دون عن بقية المسيرات تم قمعها مباشرة بالرصاص الحي على غير المسيرات الباقية التي بدأوا تدريجيا بالهراوات مثلا أو بالغازات أو بالمياه بضخ المياه، ولكن هذه المسيرة قمعت مباشرة بالرصاص الحي. مصطفى على ما أعتقد أصيب برصاصة في الرأس في شارع المؤدي ما بين رئاسة الوزراء وبنك الدم، وفي اليوم التالي مباشرة أنا قمت بتصويره في العناية المركزة، كان مركب عليه جهاز التنفس الصناعي وكان في حالة خطرة جدا، والحمد لله بعد متابعة طويلة من العلاج الآن مصطفى بجانبي. طيب مصطفى، عموما عندما تتذكر تلك الأحداث هل تمر عليك الذكرى كذكرى سارت تريد لو عاد بك الزمن إلى يومها، هل ستعاود هذا الخروج وهذه النداءات ضد نظام المخلوع في وقتها؟ نعم أردنا أن يكون لنا وطن نتكي عليه، نعم. طيب أستاذة، في ذلك اليوم أنت تحدثت على أن يعني كانت هناك بوادر مختلفة، ربما الأحزاب لم تكن متفقة معكم في يعني بهذا الخروج، كانت هناك عزيمة من قبل الشباب، يعني أنا أشاهد مصطفى لا زال بهذه العزيمة إلى اليوم. نعم. هذا الأمر كيف أثر أكثر في خروجكم وأيضا في تعاظم المسؤولية ربما أكثر، بما أن هناك أحد فصائل الثورة أو مكونات ثورية لم تخرج معكم؟ هو في الحقيقة الشباب كانوا متفقين، المستقل كان متفقين بأنه يجب أن تكون هناك خطوة حقيقية وهدف مهم كرئاسة الوزراء، بحكم أيضا أنه لأهمية رمزية رئاسة الوزراء وأيضا بقرب من الساحة، فكان يعني كان الموضوع أكثر أهمية. كانت المسيرات قبل مسيرة رئاسة الوزراء كانت مسيرات نوعا ما كنا نراها عبثية، يعني أننا نذهب إلى 60 ثم نرجع ونذهب إلى 60 ثم نرجع، لم تكن هناك وكان يسقط لم يكن هناك يعني كان هناك مواجهة لهذه المسيرات لكن لم يكن هناك ضغط، لم يكن حقيقي. هناك هدف حقيقي يعني أنه إحنا مثلا نذهب إلى مسيرات تقمع هذه المسيرات نعود بعدد من الجرحى والشهداء، ولكن المسيرة كانت تذهب إلى تعمل مثل ما تقول لفة وترجع، يعني ما كانش في هناك هدف لهذه المسيرة إلى أين تذهب وما هي الرمزية التي تذهب من أجلها. طيب هذه كيف كانت خطة المسيرة إلى أين ستذهبون؟ كان محدد من السابق؟ كانت واضحة، كان هناك تصريحات أطلقت ومن ضمنها التصريح المشهور للأستاذة توكل بأننا سنزحف سلميا إلى مقر رئاسة الوزراء، وكان هذا الكلام واضحا في معظم وسائل الإعلام وتحدثت به يعني، ولذلك استعد نظام علي عبد الله صالح استعدادا جيدا لهذا اليوم، ولكن الشباب لم يكونوا خائفين، كانوا احنا نذهب كثير من المسيرات ونرجع بعدد اكبر من الشهداء من هذه المسيره، وكانت نوعا ما لم تكن تحقق كثير من الاهداف، بينما هذه المسيره انا برايي حققت كثير من الاهداف وكانت خطوه مهمه، نقلت الثوره خطوات الى الامام واختصرت كثير من الزمن، وكانت انا باعتقادي انه كان اثبات بان هذه الثوره ليست محكمة أو تدار من غرف الأحزاب، ولكنها كانت أيضا كانت إرادة شعبية وإرادة الشباب، وهم صنع القرار في الأخير، وهذه ثورتهم كان لابد من تضحية وكان لابد من خطوات وإنجاز واختصار للوقت يعني. طيب قبل أن أعود إلى مصطفى، هل يعني تذكرين تفاصيل لحظات المواجهة مع مسلحين التابعين لصالح وكذلك البلاطجة في ذلك اليوم؟ أنا كنت بعد التجهيزات أنا كنت أصور فيلما وثائقيا خاص بهذه المسيرة وما زلت أحتفظ بها بهذه الصور، وصلت معهم إلى نقطة التحول إلى شارع الزراعة، ومن ثم رجعت إلى مستشفى الميداني
ولكنني أثناء رجوعي للمستشفى الميداني لكي أتأكد من بعض التجهيزات كان الرصاص قد بدأ فعليا. وأتذكر أنه من مكتب الصليب الأحمر اتصلوا بي بأنهم مضطرين سيسحبوا كل سيارات الإسعاف تحت تهديد من الحكومة اليمنية. وأتذكر أنني وقتها كنت أصيح في التليفون، يعني كيف لكم أن تستمعوا لمثل هذا؟ كان بمثابة خذلان بالنسبة لكم؟ هم يقولوا أنهم تم تحذيرهم بأنه يجب سحب هذه السيارات، ولكنني وجدت نفسي في موقف أنه لا أحد معنا في هذه اللحظة، لا أحد مع شباب الثورة في هذه اللحظة. وأتذكر أيضا وأنا في المستشفى الميداني اتصل بي ليسألني مراسل رويترز هل فعلا يتم الآن إطلاق النار من قبل الفرقة الأولى مدرع؟ فهذه كانت بالنسبة لي أيضا فاجعة، أنه القوة الفرقة الأولى مدرع هي من تحمينا كيف، ولم أكن أعرف وقتها بأنه فصيل آخر من الفرقة الأولى مدرع، بأن وكان الكل يتحدث الفرقة الأولى مدرع هي من تضرب شباب المتوجهين إلى الزحف. وناهيك عن بقية التفاصيل، كان هناك كثير من اللغط وكثير من الإشاعات، منها أيضا أن الأسرة وكل أصيبت، ومنها أيضا زملائي محمد وغيرهم أصيبوا. فكنت ما بين الإعلاميين وما بين الأطباء، كنت أتناول تليفونات كنقطة وصل. نعم. طيب مصطفى، الآن شباب الثورة منهم شهداء منهم جرحى، أنت أحد هؤلاء الجرحى. في تلك المرحلة ما كانت أبرز أحلامكم؟ ما الذي كنتم تتخيلون أن الثورة ستقدمه لكم؟ ستقدم لنا كثير. كنا نريد تعليم، كنا نريد صحة. إذا كان في صحة في اليمن مستشفى ما شغرك لا أنا تعالج ولا شغرك الرئيس يتعالج عندما ضربوا عليه. نعم. طيب هل لا تزال إلى الآن أحلام ثورة فبراير يعني لا زالت بذلك النفس الذي كان في تلك الأيام؟ هل كنت لا زلت مؤمن بأن الأهداف التي خرجت من أجلها ستتحقق ولو بعد حين؟ ضروري من أي ثورة يفعل تتأخر أي ثورة ما تتأخر، يعني ما تحققش الأهداف ضروري تحصل بعد بلابل كثير. إن شاء الله سنجني ثمار الثورة قريبا. يعني هو ربما بكل تأكيد الكثير من الزملاء في ثورة فبراير هم الآن في جبهات القتال كمقاومة كأحد نعم المراحل الثورية، أليس كذلك؟ صامدين في وجه الرئيس الجمرة الحوثي ورئيس المخلع. طيب فالله ينصرهم ويكون في عونهم. اللهم أمين بكل تأكيد. مصطفى، كلمة أخيرة، ما الذي تقوله بمناسبة هذه الذكرى السادسة لهذه المسيرة، وبمناسبة أننا لازلنا كما تقول في لحظة ثورية مستمرة لتحقيق؟ والله هذه الذكرى عظيمة لي ولنا كشباب جميعا، والثورة إن شاء الله منتصرة وصامدين بإذن الله، والله ينصر المقاومة في كل الجبهات بإذن الله. بإذن الله. أهلا وسهلا بك مصطفى العريفي، كنت معنا اليوم، نتمنى لك بكل تأكيد الشفاء العاجل. شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا، تشرفنا جدا بذلك. شكرا لكم جميعا. إذن أهلا بك مصطفى. إذن مشاهدينا الكرام، سنذهب إلى فاصل قصير، بعده سنستأنف الحوار في حلقة اليوم، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من المساء اليمني. أرحب الآن بمن ينضم إلينا، محمد المقبلي، أحد الناشطين في الثورة الشبابية، أنت رئيس الاتحاد الطلابي لمجلس شباب الثورة. أهلا بك محمد. أهلا وجيه. أهلا وسهلا محمد. طبعا أهلا بك مجددا أستاذ هنا. محمد، في تلك اللحظات الثورية أستاذ هنا كانت تتحدث كثيرا على أن الأحزاب السياسية لم تكن تتفق كثيرا مع فكرة الخروج في ذلك اليوم، لماذا برأيك؟ شكرا جزيلا. في البداية أنا أحيي شهداء ثورة فبراير بشكل عام، شهداء مسيرة رئاسة الوزراء الذي لم يغيبوا عن ذاكرتنا، لا تزال ملامحهم حاضرة في كل لحظة.
ملامح الشهيد عمر الأكحلي، ملامح الشهيد نزار هائل سلام، ملامح الشهيد البعداني والعديد من الجرحى، وبينهم مصطفى الذي ربما قال عبارة اختزلت كل قيمة ثورة 11 فبراير، نريد وطن يتكى عليه، قالها وهو متلعثم اللسان باعتباره جريح والإصابة في رأسه مما أثر على الذاكرة وعلى النطق، لكنه لا يزال حارس لهذا الحلم. بمثل هؤلاء تولدت الإرادة الشبابية في يوم 11 فبراير، وكانت إرادة محقة، أرادت أن تكسر الكوابح التي زرعتها الطبقة السياسية التي كانت تدعي أن بتلك الصورة وبتلك النمطية وبذلك الركود وبذلك الحصار الذي وضعت فيها الثورة إنما تسعى إلى تخفيف الكلفة أو ما كانت تسميها بالحالة الثورية التي كانت تسميها بأنها صنعت على عجل. اليوم نقول ما تعيش البلد في هذا الظرف الراهن وفي هذه الذكرى ل 11 مايو كانت تثبت صحة ما كنا نسعى إليه. كنا نريد أن يسقط النظام كامل سلميا، كنا نريد أن لا يتم منح النظام تسويات سياسية تمنحه حصانة انتجت اليوم كل هذه الجرائم المأساوية. طيب لماذا السياسيون لم يتفقوا معكم؟ لأنه أساسا السياسيون لم يكونوا مؤمنين بالشعب بالدرجة الأساسية، لم يكن هنالك إيمان حقيقي بأن ثورة فبراير جاءت تصنع تحولات كثيرة جدا. لا يزال لأنه الثورة أصلا قامت في ثورة 11 فبراير وكانوا لا يزالوا يتفاوضوا مع علي عبدالله صالح حول جداول الناخبين، كانوا لا يزالوا غير مدركين لأهمية التغول والتوريث الذي كان علي عبدالله صالح قد استحوذ فيه على الدولة. اليوم بقاؤه في المشهد السياسي، وهنا نقطة مهمة جدا، كان هدف ثورة مسيرة رئاسة مجلس الوزراء هو إسقاط النظام كامل غير منقوص. ثاني شيء هو المجيء بتسوية ثورية لا تبقي علي عبدالله صالح في المشهد السياسي، لأننا كنا سندرك أننا سندفع الثمن باهظ في تلك المرحلة، كانت تلوح ملامح تسوية سياسية وكنا نخافها، وكانت توقعاتنا صائبة 100%. إن إبقاء علي عبدالله صالح وإبقاء بقية النظام وعدم استكمال الهدف الإجرائي الأول لثورة 11 فبراير وكان ينص على إسقاط النظام، أي إسقاط كل مؤسسات النظام الأمنية والعسكرية والبوليسية وإعادة بناء إصلاح مؤسسي قائم على أساس فكرة العدالة الانتقالية، وهذا لن يكون إلا بتغيير جذري على قاعدة الثورة وليس على قاعدة التسوية السياسية. نحن اليوم ندفع ثمن ما كان يسعى إليه شباب مسيرة رئاسة الوزراء فيما لو تم إسقاط كامل النظام، لو سقطت الحكومة سلميا، لو أن تم تغيير قاعدة تغيير جذري قائم على أساس الثورة، ما نحن ندفع الآن؟ ما البلد أصبح في حالة انهيار، ما تم تحالف علي عبد الله صالح مع الجماعة الإمامية وندفع ثمن ليس نحن فقط. طيب في هذه النقطة، دعني أسأل أستاذة هناء، كيف كانت ردود الفعل في ذلك اليوم حول ما تم من مجزرة لهذه المسيرة؟ كيف تتذكرين كانت ردود الفعل سواء الداخلية أو الدولية أيضا؟ أنا أتذكر لأني أنا كنت وقتها في المستشفى الميداني، أبرز ردة فعل بأنه كثير من المعتصمين داخل الساحة والذين رفضوا الخروج في الزحف نحو رئاسة الوزراء أنهم تداعوا جميعا ورفضوا الانقياد لأوامر الأحزاب التي ينتمون إليها بعدم الخروج، ولكنهم عندما سمعوا الرصاص وعندما سمعوا بأن هناك مجموعة من المتظاهرين المحاصرين، لأنه كان هناك بدأ بنصب خيام أمام ذكرني يا محمد أمام الإذاعة أمام الإذاعة والتلفزيون، فتم محاصرة بعض الشباب أيضا. فأنا أتذكر أن هناك كثير يعني ذهبوا لكي يساعدوا ولكي يفكوا هذا لكي يدعموا المتظاهرين الذين بدأوا بنصب الخيام أمام الإذاعة، فكان هذا أبرز مشهد بأنه في الأخير مهما اختلفنا مهما كان المتظاهرين مختلفين في فكرة العمل الفعل الثوري، ولكننا لن نترك كما كان يقولون لن نترك زملائنا، لن نترك أخوتنا يقتلون ونحن ما زلنا هنا في الساحة. هذا الموقف أثر فيني كثيرا، كان جميل جدا. أتذكر أنني كنت دائما كان يتواصل معي بعض الإعلاميين مثل ما أخبرتك يعني محمد سيخبرك أيضا لأنه هو كان يتكلم من وسط الحدث فكان يعرف أحسن من نعم سنشاهد مع نعم مع قناة. طيب الآن دعونا نشرك معنا في الحوار همدان الحقب الناشط في ثورة الشباب الشعبية. أهلا بك همدان. أهلا وسهلا فيكم.
همدان، 11 من مايو كمحطة في محطات ثورة 11 من فبراير، كيف كانت بالنسبة لك؟ ما الذي شكلته من أهمية؟ دعني أولا أنتهز الفرصة لأن أحييكم أولا في قناة بلقيس وأبارك لكم هذا النجاح الكبير بمناسبة تأسيس القناة والذي تزامن أيضا مع ذلك اليوم الخالد يوم الثورة اليمنية 11 مايو. جزيل الشكر لك همدان. ودعني أتحدث أيضا أن مايو وسع دائرة حراك الثورة السلمية بتحطيمه تلك الجدران التي أراد النظام سجن الثوار خلفها، أو قلت تلك الدائرة التي عمل بآلته الجمعية وكل أجهزته الأمنية على حصرهم فيها. إذن لقد كان هذا اليوم منعطفا هاما ومميزا، لأن الثورة اليمنية أثبتت فيه لشعبنا أولا وللعالم ثانيا أن كل اليمن ساحة مفتوحة لفعلها وحراكها الثوري، وأن الشعب قد كسر البيود التي تحول بينه وبين مستقبله. ولا يمكن اليوم للجدران أو أدوات الدفن والتنكيل أن تكبح جماحه أو أن تطفي إرادته. ذلك اليوم يمثل ذاكرة وطنية خالدة، لأنه باجتيازه أيضا للخطوط الأولى الأمنية والعنفية للنظام عزز ثقة الجماهير بالثورة وشجع بطاعات واسعة من الشعب على الالتحاد بصفوفها تحديدا، وقد بدت لهم قدرا لا يمكن لأحد هزيمته، وأيضا عكس حجم الحماس والإرادة التي تمتع بهما شباب الثورة. وبعيدا عن أي تأثير لهذا القوة السياسية أو تلك، بل كان الدافع ثوريا بحتا، تستطيع تقول أنه دافعا ثوريا صف كل ألوان الطيف الثوري في خندق واحدية النضال والأهداف المشتركة، حتى يعني وإن كان واحدية النضال أو تلك الانتماءات قد أزيلت من ألوان الطيف الثوري، إلا هذا لا يعني أن وجهات النظر كانت منمطة أو شبيهة ببعضها، بل كانت متعددة ومتنوعة. والرأي الذي كان يقضي لدى نطاق واسع من شباب ثورة فبراير بأنه لابد من إسقاط مؤسسات النظام السياسية الكبرى إذا ما أردنا أن نسقط الانقلاب بفترة وجيزة، أن علينا أن نسقط هذه المؤسسات، وأنه ليس من المنطق أن نقوم بمظاهرتنا في الساحات يوميا ونقدم دوافع للشهداء دون أن نسقط مؤسسات النظام وتذهب هذه التضحيات هدرة. إذن هذا النمط من التفكير هو الذي صنع ذلك اليوم المجيد. طيب، يعني الثورة كانت بشكل عام ثورة سلمية، هذاك اليوم بذات يعني تحديدا التوجه نحو رئاسة الوزراء كان من ضمن الشباب، يعني لا يمكن الحديث على أن تلك ذلك اليوم كان مسيسا أو مسيرا من قبل يعني المعارضة السياسية في ذلك الوقت، كما كان يتحدث كثيرا المخلوع صالح في ذلك الوقت. إذن لماذا واجهها بهذا القمع يا همدان؟ هذا يعني أن النظام يعني كان عدوا للثورة وكان معاديا للثورة ويسعى لإطفاء جذوتها بكل أدواته الأمنية والجمعية التي سبب وأن تحدثت عليها، وبالتالي كان يقول أن هؤلاء الشباب مغرر بهم وأنهم لا يريدوا الانصدام معهم وأن مشكلته مع القوى السياسية، ولكنه أيضا يعني أثبت عكس ذلك جيدا عندما جمع هؤلاء الشباب بتلك الطريقة الوحشية، يعني مما عكس حالة العدائية المفرطة تجاه أي تعبير ثوري أو تجاه أي حراك للثوري كان يعني سلميا أو كان إعلاميا أو أي يعني طريقة أخرى. طيب همدان، نحن الآن في الذكرى السادسة لي مجزرة مسيرة أو تظاهرة رئاسة الوزراء، هل ترى أن يعني شباب ثورة فبراير لا زالوا إلى الآن بذاك الحماس لتحقيق أهداف الثورة؟ هل هناك يعني أشياء معينة تعود بك إلى تلك الأيام لتحدد موقفا ما مما يجري حاليا؟ أنا أعتقد أولا وبدرجة أساسية أن المقاومة الشعبية اليوم هي امتداد طبيعي لثورة 11 فبراير السلمية، وأن الشباب الذين كانوا وجودها والذين
اداروا عجلتها هم اليوم ايضا موجودون في متاريخ القتال، كل يعني يناضل بطريقته، هذا حاملا بندقيته وهذا معتدلا في سجون الميليشيا، وهذا يتحدث الى الاعلام وينقل للعالم قضيه هذا الشعب الذي اسجل كاهله النظام بجراح التخلف والبرد والاطفاء والتهميش. اذا هذا اليوم المجيد 11 مايو يذكرني تماما بنفس الاستبسال والاراده الفذه الذي لا تنكسر ولا تتحطم، يذكرني بهذا الروح التي استطاعت ان تقاوم النظام بكل آلته العسكريه الضخمه. انت تدرك يعني جيدا ومشاهدينا الكرام وضيوفك ان الثوره لم تكن ضمن خياراتها ادوات العنف، وانها قد راهنت على العمل والفعل السلمي، وكنا نسقط شهداء وجرحى امام على مرأة ومسمع من العالم في صوره يعني استثنائيه عكست عظمه هذا الشعب واحديته في ان يعبر الى المجد وان لا يبدا في دائره التهميش والتخلف والفجر. ومن ثم انصدمت الثوره السلميه بحجم العنف الذي مارسه النظام، ولم واستطاعت ان تداوم، ولم يكن لها من وسيله ان ترجح الكفه التي هي مائله كثيرا عسكريا لصالح النظام الا عبر الاراده الفذه التي تمتع بها الشباب والذي جسدوها في جمعه الكرامه وفي يوم 11 مايو وفي اكثر من جوله يعني بطوليه وشجاعه خاضوها مع النظام السابق. إذا أشكرك ناشط في الثورة الشبابية همدان الحقب، كنت معنا عبر الهاتف من الضالع، شكرا جزيلا لتواجدك معنا في حلقة اليوم. أعود إليك محمد، قبل أن يعني نركز أكثر في الحديث عن السياسة وعلاقة السياسة بالثورة في تلك الأيام، أنت كنت في تلك المسيرة، ما التفاصيل التي بقيت في بالك من ذلك اليوم؟ والله هي تفاصيل كثيرة جدا، لكن تستطيع القول أنه مثلا هذه اللحظة اليمنية التي نعيشها كانت بالفعل تؤكد أن تلك الخطوة هي كانت الخطوة التي يجب أن تتم، لسبب بسيط جدا. أهم شيء حسيت عندما صعدت الأستاذة هنا على منصة الساحة قبل انطلاق المسير وكانت تتكلم مثلا عن مثلا بعض التوعية الصحية والمتعلقة بالإسعافات الأولية، إن كنا توقع عملية التنكيل، كنت أرى مثلا لمعات في عيون كثير من الشباب. هذه اللمعة كانت توصل رسالة مهمة جدا، أنها جاءت هذه اللحظة لتذكر الشباب بالفعل أنهم صاحب الكلمة الفصل في الثورة، أنهم صاحب الإرادة الحقيقية للثورة، أنهم كانوا أصحاب المبادرة أيضا في كسر الجمود السياسي، أنهم أعطوا أيضا مهلة وفرصة للنخب السياسية التي كانت تدعي أنها صاحبة الرؤية الناضجة فيما يتعلق بمصير الثورة. بالإضافة إلى الذاكرة الثانية هي لحظة التدفق الأول لكثير من الشباب، رغم مثلا عملية التشويه الذي تمت بحق المسيرة، لكن كانت تثبت أن في وعي شباب يتمتع بالإرادة المستقلة داخل الثورة، ونحن نقصد بالإرادة المستقلة لا يعني التصادم مع الديمقراطية ولا يعني إلغاء الأحزاب السياسية بقدر ما تكون أن يكون قرار الثورة بيد الثوار أنفسهم. أنا من وجهة نظري الشخصية أن ثورة فبراير مرت بثلاث محطات لتثبت بالفعل أمام العالم وأمام الداخل، وأقنعت الجميع أن الحضور شعبي وشبابي وليست المسألة أزمة سياسية. اللحظة الأولى هي لحظة انطلاق الثورة، والمحطة الثانية هي محطة 11 مايو مسيرة رئاسة الوزراء، والمحطة الثالثة هي مسيرة الحياة. هذه الثلاثة التي سنقول الأجيال الكاملة عندما تأتي في لحظات مفصلية، هذه كانت إرادة الشعب. الشعب الذي لو كان يعول على الأحزاب السياسية أن تصنع تسويات سياسية ربما ما خرج بثورة. طيب دعنا نسترجع لحظات من يوم 11 من مايو من عام 2011. مشاهدينا الكرام، نشاهد معكم هذه المادة من ذلك اليوم. هل هناك سيارات إسعاف ل يعني التعامل مع الجرحى؟ نعم هنالك سيارة إسعاف ولكنها موجودة في امتياع الشارع، لأنها لا تستطيع أن تتقدم إلى قرب الجرحى بسبب كميات الرصاص المنصب الذي ينصب بشكل كبير جدا يوميا، وهي تؤدي دور لكن لم تستطيع أن تصل إلى مرحلة إلى موقع الحدث الذي أصبح بحيرة من الدم، لا يمكن أبدا أن
انكشاف رؤيتها على الاطلاق. طيب محمد المقبلي في صنعاء، شكرا جزيلا لك. إذا تابعنا معكم مشاهدينا الكرام هذه اللحظات محمد، يعني لحظات عصيبة، كيف يعني تستذكرها الآن؟ هذه كانت جزء من مكالمة هاتفية مع جميل عازر، وكنت حينها طبعا أمام المعهد الصحي واستشهد تقريبا الأكحلي، أذكر أنه ربما اسمه عمر الأكحلي أمامي مباشرة، وكنا ننقل الحدث من هذه المرحلة اللحظة، وأذكر حينها أن في رصاصة القناصة وقعت في الكاميرا كانت بيد ماهر أبو المجد، هو الآن زميلنا في, 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 في الأخبار، وكنا حينها قد تشتتنا، كنا أنا مثلا الأستاذة هنا وتوكل أسوان شاهر محمد إسماعيل خالد الأنسي العديد من الشباب سلمان الحميدي، لكننا في لحظة من لحظات شتتنا ولم نعد ندري ما الذي يحدث، وكنت حينها مثلا أقول له من أمام من وسط المسيرة من هول الجرائم، وكانت سيارة الإسعافات لا تصل إلى تلك المناطق، وكنت أيضا أتوقع أنه في لحظة اختفى أن 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 أن, أن كمية الرصاص الذي اتجه نحو مقدمة المسيرة الذي كانت فيها الأستاذة توكل وهنا وأسوان وخالد، كنت أعتقد أن الكثير منهم قد سقطوا شهداء وجرحى. وسألني جميل عزر في تلك اللحظة عن توكل، قلت له لا أعلم، أنا أرى الكثير من الذي كانوا في الصفوف الأمامية يتساقطوا بين شهداء وجرحى. طيب أستاذة هنا، أنت أشرت قبل قليل إلى أن يعني كنت تحاولين تغطية الوضع بالنسبة للقنوات الخارجية بكثرة الاتصالات، وكانت هناك أيضا متابعة الأمور الصحية يعني متابعة المستشفى الميداني وكذلك الحالات التي تسقط تباعا. من خلال بعض يعني المشاهد التي نتذكرها من ذلك اليوم، كان هناك لحظات قامت بها فتاة باعتلاء مصفحة، إذا كنت تذكرين ذلك، هل من لحظات أخرى باتت أو لا تزال بذاكرتك تعكس أسطورية ذلك اليوم؟ هناك مشهدين، هو كثير من المشاهد موجودة أكيد، يعني هذا اليوم كان بالنسبة لي يوم أيضا مفصلي مثل ما كان لكثير من الشباب. أتذكر مشهدين، المشهد الأول أنا صورته بكاميرتي وهو موجود، سيعرض غدا إن شاء الله على القناة في فيلم وثائقي النسخة الثانية من في ذاكرتي ثورة، لعجوز في الثمانينات التسعينات، وكان يستنهض الشباب للخروج في الزحف، وكان يصيح بهم يلا يا شباب يلا يا شباب لكي ينهضوا، كانوا الشباب بعض الشباب موجودين وهم يتناولوا القات كانوا يرفضوا يعني، ولكنه لم يأس، كان يمر حتى وصل إلى شارع الزرعة وهو يصيح في الناس يلا يا شباب يا شباب، في رغبة منه لإنهاء هذه الثورة، وكأنه يريد لإنجاز هذه الثورة، وكأنه يريد أن يموت وقد أنجزت هذه الثورة، كان عنده هذه الهمة، الحماسة أثرت الثوري فيني كثيرا. ماذا عن المشهد الآخر؟ المشهد الآخر كان الدكتور محمد الظاهري في ليلة المقرر للزحف الساعة الواحدة والنصف أو الثنتين الساعة اثنين صباحا، كنا في الخيمة، موجودة الأستاذة توكل الأستاذ خالد الأنسي مجموعة من الشباب مسك ميزر الجنيد، وكان الدكتور محمد الظاهري يحاورهم يعني، وكأنه في لحظات يريد أن يثنيهم، فأنا سألته والكاميرا في يدي هل أنت ضد هذه الخطوة؟ يقول فكان يقول الدكتور محمد الظاهري هذه الخطوة مهمة وهذه الخطوة صحيحة ولكني أخاف عليكم. كان يدرك النظام يعني، كان التخوف يعني ناتج عن خبرة ربما، يعني يدرك جمعية النظام وحشيته. وفي اليوم التالي عندما بدأت أنصح الشباب في كيفية استخدام إسعافة الأولية، لأننا نريد أن الكل يتعلم إسعافة الأولية لكي نحاول أن نقلل من التكلفة يعني، نزلت من المنصة وقال لي الدكتور محمد الظاهري الآن خفت يا هناء. ما زلت أتذكر هذه اللحظات، أنا فخورة بهذه اللحظات، فخورة جدا، ولكن لا أستطيع التعبير عنها، هي صعبة بكل تأكيد. محمد الآن يعني أذكر أني قرأت لك مقال يتحدث عن هذا اليوم تحديدا، كانت هناك يعني حافلة تمشي أو ثورة كانت تمشي، وهناك من وضع عصا لهذه الثورة، من كان أولئك؟ أنا أعتقد أنه في كل الثورات اليمنية كانت تحضر إرادتين، أو خلنا نقول أنها رؤيتين،
من داخل الثورة نفسها، رؤية تؤمن بالتغيير الجذري وتفهم طبيعة النظام وتفهم أنه لا سبيل للتحول في البلد إلا بإسقاط النظام واستكمال الهدف الإجرائي الأول لثورة فبراير، إسقاط النظام. ورؤى كانت رؤى إصلاحية تدريجية، يعني تؤمن بالتراكم، تؤمن بالمراوحة، تؤمن بالمفاوضات مع نظام أصلاً لا يمتلك من الأدوات السياسية شيء، هو يمتلك أدوات أمنية، يمتلك بلاطجة. أعتقد أنه النخبة السياسية بكل صراحة وأمام التاريخ هي التي وضعت العصا في العجلة في مسيرة 11 مايو. لم تؤمن بالتحولات اللي إنجزها الشعب، لم تؤمن أن في شباب جاءوا من مارب من قبائل جهم ومن حريب مثلا كعطلة بن هذال وعلي الشريف وتركوا أسلحتهم ونزلوا إلى مقدمة المسيرة في 11 مايو شباب عزل. لم تؤمن أن شاب في الثانوية العامة مثل نزار هائل سلام يسمع عن المسيرة وهو لا يزال في البيت فيتحرك من البيت مباشرة في لحظة انطلاق المسيرة ثم يكون أحد شهداء هذه الثورة. لم تؤمن، وبالمناسبة تقريبا من الإشارة المهمة جدا أن مسيرة رئاسة الوزراء أفصحت عن 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 مضمون من التسامح ربما لم يحصل في الثورات العربية. الرسالة الخالدة لهائل سلام الذي أحد أبنائه كان الشهيد نزار هائل سلام يكتب رسالة بعد 11 يوم تقريبا من 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 استشهاد نزار هائل سلام، رسالة خالدة كان عنوانها من أجل كسر حلقة العنف أنا مسامح قاتل ابني. كان هائل سلام يدرك أنه لابد من أن تكسر هذه الحلقة، لابد أن تكسر حلقة العنف من وقدم نموذج في التسامح. لا يوجد تقريبا أب تنزع فلذة كبدة وبعد 10 أيام يكتب رسالة تسامح، لأنه كان يدرك أن علي عبد الله صالح هذا النظام الإجرامي يريد أن ينتج حلقة من العنف الواسع. لو كان هناك إيمان بالشعب من قبل هذه الطبقة السياسية، على الأقل إيمان العشرة المئات من قرية زي قرية الحقبة الذي كان لها حضور في المسيرة في 11 مايو، لو كان في إيمان بالشعب. وهذه المشكلة الرئيسية لدى الطبقة السياسية في البلد، أنها في كل الثورات لا تؤمن بالشعب. أنت لو تلاحظت أنه إخفاق ثورة 48 كان عدم الإيمان بالشعب، لاحظ كل أدبيات الثوار بعد ثورة 48 وكيف عادوا من جديد إلى الإيمان بالشعب. الزبيري كان ينادي الشعب مثلا بعد هنيبة أحبوك يا وطني، الاستقواء بالشعب أيضا كما جاء في اهتفول الشعب، إن الشعب صوت لا يذل، ووقفوا للشعب أن الشعب. هذه كلها فكرة الإيمان بالشعب. الذي وضع العصا في العجلة في مسيرة 11 فبراير هو الذي كان ينقصه الإيمان بالشعب والإيمان بالشباب باعتبارهم الممثل الطبيعي لجيل الآباء الذي عجزوا عن إنجاز التغيير فتقدم الأبناء إلى الصفوف. ربما لم يكن محمد السياسيين مؤمنين بهذه الثورة كما أمن بها الشباب، يعني من ضمن مظاهر هذا الإيمان الآن ربما نحن نحتفل بالذكرى الثانية في هذه القناة التي خرجت من الشباب أنفسهم يعني لتحقيق أهداف هذه الثورة. أستاذ هناء به يعني بكلمة أخيرة، كيف ترين هذا المستقبل بالنسبة لليمنيين بعد 6 سنوات من مرور هذه الذكرى؟ أصبح اليمنيين مدركين تماما بأن هذا المشروع الذي دفعوا فيه ثمنا غاليا بأنه الآن أصبحوا متمسكين فيه أكثر، ولا أبلغ من كلام مصطفى، الكلام بعده عدم صراحة عندما قال نريد إنه نريد وطن نتكئ عليه، ولو عاد الزمان لعملنا ما عملناه من قبل، بالعكس لا ندم وأمنا كبير جدا. والآن المقاومة التي انبثقت أيضا من رحم ثورة 11 فبراير إن شاء الله هذه المقاومة ستنجز إن شاء الله ما تبقى من مراحل هذه الثورة. أشكرك أستاذ هناء صالح عضو المجلس التنسيقي لمجلس شباب الثورة، وأشكرك محمد المقبلي رئيس القطاع الطلابي لمجلس شباب الثورة على تواجدكم معنا اليوم، كما هو شكر موصول أيضا ل مصطفى العريفي أحد جرحى مسيرة رئاسة الوزراء الذي كان معنا اليوم، وكذلك للناشط في الثورة همدان الحقب كان معنا عبر الهاتف. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات إلينا في هذه الحلقة اليوم. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات الزملاء منصور النقاش وأسامة عادل وأنا وجيه السمان. إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.